لو جاي لك عيان واكتشفت انه فوكس كورنيال ديستروفي تقول له احنا محتاجين نعمل ايه؟ لو عنده كاتاراكت محتاجين نعمل لك ريتوجرافي. يقول لك ايه ريتوجرافي؟ هتعمل لي كاتاراكت ده الكورنيا بتاعتي كويسه؟ قول له لا احنا لو عملنا لك كاتاراكت ممكن هيجي لك ديكومبنسيشن. اما طبعا دي تكنيكس في شغل الكاتاراكت لو ناوي تعمل له كاتاراكت من غير ريتوجرافي. ممكن تعمل له لو هو داخل في بس والدنيا صعبه لو انت تعمل له كراتو بلس ممكن تعمل له ديب لاميلر اندوسيليا كراتو بلس. المصير بالمولفاس كورنيا ديستروفي وده رايل ويا فيزيكال كونفرنت باند لايت باتر والفيجن ده فيجو ويا ما اسوشيشن في الاي ايرس بالبرين او بريفر انتيو سانيكيا او تروبينيوليا كوريكتوبيا بولكوريا بولكوما فشكل لاي لاينز كده وده شكل الباثولوجيا بتاعي الليبوسيليا مالتي لاير يعني مش محتاجه لك. اخر حاجه كونجنتال هيرديتري اندوسيليا كورنيال ديستروفي عشان ما اطولش عليكم وده بيبقى ديفوز جراوند جلاس ابيرنس اوف بوست كورنياز اند ماركلي سيكند. تايب 1 بيبقى اوتوزومال دوميننت هو في تايب 1 وتايب 2 بيبقى اوتوزومال ريسيسيف وده مشكلته بيجي في النيونيت ولازم نفرقه ما يعني ما ديفينشال دايجنوزز في كلايد كورنيا انيونيت ماشي اللي هي لسه اللي انتوا حافظينها كلها وده طبعا بنعمله بنتريتيك كاتوبلاستي لكن يبقى بوب بروجنوز ده شكل اخر حاجه تجميع بتاعت الجيم لوكس اهم واحد فيهم اسمه 31 وده بيجي فيه كل البوست روجني ريس باكلر واللاتس والجرانولر هي دي الثلاثة خليني احفظ ريس باكلر ولاتس وجرانولر. Thank you.